معين. اللي انا بيصير انتباهه وبيصير بالي وفكري ليه اللقطة بس اللي انا بضرب فيها الولد هي اللي طالعة؟ ليه ما جاتش اللقطة اللي انا بحضن فيها الواد وبطبطب عليه؟ ليه ما جاتش اللقطة اللي بتاعت الاكل اللي مرمي في الارض؟ ليه دايما اللي حصل الموقف ده ومدير الدار، مدير الدار لو في بيتهم يبقى مسؤول عن الدار. مفيش حاجة اسمها كده، انا المحافظ لو حصل اي حاجة انا مسؤول عن المحافظة، فعشان كده المدير هيتغير. سيادة المحافظ، حضرتك بتمر دايما على دار الايتام ولا في الكوارث بس؟ يا بنت انا جيت لك انت يا ابني، جيت هنا قبل كده ولا لا؟ جيت ولا لا؟ مرة ولا كم مرة؟ كم مرة قول؟ الله اعلم. جيت يا ابني عدي يا ابني، ايه الله اعلم؟ قول العد. الله اعلم. مش جيت مرتين بالنهار ومرة بالليل؟ ده عايز حقك يعني، قول. عايز حق اللي هو يمشي من الدار والدكتورة تمشي، عشان استعمال واحد اشتكت لها ولا عملت اي حاجة، ولا بعملها هي اللي جت هنا بوظتنا. ده انا مع عمري ما عملت لكم حاجه عليا. انا بيقول لك الدكتوره تمشي، انا عمري ما عملت، ما اشتكيت لها، ما خدتليش حاجه ولا عملت اي حاجه. عمري ما في حد اشتكى لي، ما عملتش، ما خدتش حق. انا كل الناس سمعنا اشتكيت. مين اللي قالك تقول الكلمتين؟ مين قالك؟ ما حدش قال. ما حدش قالك تقول ان الدكتوره تمشي؟ ربنا، ما حد قال. انت اللي واصل لك انت. طب والله العظيم ما حد قال لي الدكتوره تمشي.